ينضم إلينا مشاهدينا الكرام مراسلنا من الأنبار أحمد فلاح. أحمد، بعد التحية، إذن أطلعنا على آخر التطورات فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية على الحدود العراقية السورية، تفضل. نعم، تحية لك زميلي وتحية لكل السادة مشاهدينا الكرام. نعم، يعني اليوم تحركت مجموعة من الأمثال لإرسال مدرعات وآليات باتجاه قضاء القائم وعلى الحدود العراقية السورية. هذه هي المرحلة، تعتبر المرحلة الثانية. أما المرحلة الأولى هي بعد أن تم تعزيز القاطع الشمالي في عمليات غرب نينوى بهذه المدرعات وبهذه الآليات. فبحسب ما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول بأنه هذه القطعات وبأنه هذه المدرعات والآليات توجهت اليوم صباحا وعبر الخط الدولي السريع نحو الحدود العراقية السورية لتعزيز الأمن هناك، وكذلك لتكون إلى جانب القطعات المتمترسة والمتواجدة هنالك على الحدود. بالنسبة لي الحدود العراقية السورية كما أعلنت المصادر الأمنية وكما أعلنت القيادات الأمنية وكما شاهدنا عينيا بأنها حدود مؤمنة بشكل كامل. نعم. وشرعت وزارة الداخلية منذ فترة من الزمن بمراحل متعددة بإنشاء جدار كونكريتي بين العراق وبين سوريا. هذا الجدار الكونكريتي يمتد من قضاء القائم باتجاه محافظة نينوى، ولكن يعني في مناطق تشهد بيئة جغرافية صعبة. الآن المرحلة الرابعة شهدت إكمال 200 كيلو متر من الجدار الكونكريتي، ومن المؤمل في المرحلة الخامسة أن تكون أو أن يكون الجدار الكونكريتي بطول 300 كيلو متر. هل لديك أحمد أي معلومة عن 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 التوقيت أو الوقت الذي سوف يعني تأخذ هذه الإجراءات، خاصة في إكمال هذا الجدار الكونكريتي كما سمعنا قبل قليل من قائد حرس الحدود؟ نعم، الكوادر الفنية والكوادر الهندسية إلى جانب القطاعات الأمنية هنالك كلهم يعملون مجتمعين من أجل إنشاء هذه يعني الحواجز الكونكريتية لإكمال متطلبات المرحلة الخامسة لهذا السور الكونكريتي على الحدود العراقية السورية. إلى جانب هذا الجدار الكونكريتي توجد هنالك كاميرات مراقبة بين كل 4 كيلومترات، توجد هنالك كاميرا مراقبة حرارية تستطيع أن ترصد الأهداف بدقة، ويتم إدارتها من خلال قيادة قوات حرس الحدود بالتعاون أيضا مع قوات جيشنا الفاصل. نعم. محليا قيادة عمليات الأنبار يعني تجري اجتماعات موسعة الأمس واليوم بقيادة اللواء مشاة آلي الركن رعد محمود البشر الجبوري. هذه الاجتماعات تأتي أيضا لمتابعة آخر المستجدات الأمنية. نعم. في محافظة الأنبار وخاصة في أقصى كرب العراق. نعم. نعم، يعني أيضا إلى جانب ذلك اجتماعيا عشائر محافظة الأنبار أيضا أعلنت استعدادها للانضمام جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية في حال حدود أي طارئ. يعني هناك تضامن شعبي أحمد بالتأكيد سوف نسلط الضوء عليه، ولكن أعود معك إلى نقطة عندما تحدثت عن توجيه مدرعات وآليات لتعزيز أمن الحدود العراقية السورية، ما حجم هذه التعزيزات اليوم؟ هل لديك أي فكرة عن هذه التعزيزات ومدى حجمها التي قد أرسلت إلى هذه الحدود؟ نعم، يعني هذه التعزيزات كما رأينا وكما رأى المواطنون بأنها يعني أرجال كبيرة جاءت من العاصمة بغداد ومن مختلف الفرق توجهت عبر الطريق السريع الدولي الذي يربط بين بغداد مرورا بالأنبار ونحو منفذ طرابيل الحدود العراقية الأردنية. نعم، هذه التعزيزات لم تكون فقط لقضاء القائم أو للحدود العراقية السورية، ولكن أيضا ستتجه باتجاه القضاء القائم جنوبا إلى منفذ طرابيل الحدودي المحاذي للمملكة الأردنية الهاشمية. نعم. هذا الخط كله يشهد تواجدا أمنيا مكثفا وترقبا من قبل القوات الأمنية وتوجيهات رئيس الوزراء العراقي وتوجيهات
وزير داخلية ووزير الدفاع وكذلك الناطق باسم القادم عام للقوات المسلحة. نعم. أريد أن أشكرك جزيل الشكر مراسلنا من الأنبار أحمد فلاح على جميع هذه المعلومات.